بعد مساع تذكر فتشكر، التأم الشمل في محفل اجتماعي يشجع الإقبال على الزواج، بعدما تضافرت جهود المجلس المحلي ومؤسسات المجتمع المدني وفرع وزارة الأوقاف تحت مظلة مؤسسة جسر التواصل الخيرية. اليوم إن شاء الله قيمين بفرح جماعي وهو مكون من 15 عريس، وطبعا ديرين أنشطة منها شعر في جهة طبعا حنكرموهن، ويعني نحن عندنا شباب عازفين عن الزواج. أنا أتمنى أن في مؤسسات تدعم الموضوع، حتى كدولة نتمنى أن يساهموا في الموضوع. العرسان 15 أشادوا بالتنظيم وبدت معالم الارتياح على الوجوه بمجرد طلاقهم لحياة العزوبية كما تراءى للعيان. الجمعية يعني الحمد لله يعني قدمت لنا غاز وثلاجة وحاجات، يعني قدمت لنا مواد كهربائية ومواد تنظيفية، مبارك الله فيهم هم والله. والله السكن كل واحد أجار وواحد تسقم الدولة وربي يفرج علينا إن شاء الله. في الليلة المباركة نريد نبارك العرسان ونسكن جسر التواصل، وإن شاء الله ليبيا من الخير الخير، وألف ألف ألف مبروك. هدايا الثلاجة والغاز والغسالة مواد تنظيف دار نوم. ضمن باقة العرسان خريجون لم يجدوا فرصة للعمل، وبينهم ذوي الدخل المحدود وآخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة. على المشاهد يتساءل مثلي عن ظروفهم. أنا خريج جامعة باي مدرس تاريخ من 2006، أكثر من 25 ملف بجميع تركينا، من جالو البريقة عند زي ما فيش فايدة، وآخر مرة نعد التعليم حقوني يقول يا خذ قيتك واطلع بر. وأتمنى المسؤولين الجدد 17 فبراير اللي أتمنى يقول عندهم رحمة بالمعاقين بشريحة جدابة بشكل خاص. أما المهنئون الكثر فغمرت عباراتهم المرحة كوكبة العرسان بحضور الحاجة رجعة أم الثوار التي يبادلها الكل عميق المودة والاحترام. مؤسسة جسر التواصل الخيرية وهي تقيم هذا العرس الجماعي 15 عريسا من مدينة جدابية. على يميني كأنما هي تدعو المؤسسات الخيرية الأخرى لإقامة أمثال هذه الأعراس الجماعية لما تقدمه من مهمة في تسهيل الزواج على الشباب المقبلين على الزواج. علي حامد العريبي، ليبيا لكل الأحرار، جدابية.